فضلكم فضلكم. طمنا يا دكتور. الحمد لله جت سليمة. طمني. هما بس هيقعدوا معانا يومين في العناية المركزة وبعدين كام يوم كمان كده في المستشفى لغاية ما الحالة تستقر ويبطلوا بقى عصبية وتعصب قهوج اللي هما فيه. أهلي إيه وزمالك إيه اللي هيموتوا نفسهم عشانهم؟ البلد دي ما فيهاش غير الإسماعيلي. الإسماعيلي وبس. أيوه. الدراويش. كفاية بقى. خدتوا مننا إسلام الشاطر وعماد النحاس وبركات وخالد بيبو. اللي قدامك ده يا هاني أنت سبب في فتنة بين الأهلي والزمالك في ماتش الستة. عايزين إيه تاني بقى؟ الدراويش. الدراويش وبس. لا اله الا الله. على فكره انا بحييك عشان لابس اصفر. هي دي روح الفانيلا الصفرا. برازيل مصر. الدراويش 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 ومصر.